التتبيلة كانت عبارة عن لبن اللي هو زبادي، خليت بيه عصير حامض حبة واحدة، خليت بيه باربيكيو صوص، فلفل أسود، كاري، كركم، دبس رمان، توابل دجاج، أي شيء عندكم. وأنا استعملت روستد كارليك أند هيرب وملح وثوم فريش. هنا عندي بطاطا صفراء جولدن يوكون بوتيتو، دجاجة جبتها من الفارم غسلتها بحامض وملح وخلطت، وخليت أيضا زيت زيتون وزيت نباتي، سويت التتبيلة خلصتها. راح أتبل الدجاجة أقل شيء ساعتين إلى ثلاثة، إذا أوفر نايت ليلة كاملة تكون أحسن. أنزل التتبيلة، راح أخلي شوية بوتيتو سيزنينج التوابل مع البطاطا، شوية سيزن سولت على الدجاج، خلي باركن بيبر نغطيها، ندخلها الفرن على درجة 450 فهرنهايت لمدة ساعة ونص. بعد ساعة ونص شلت الغطاء. هنا سويت خلطة حتى أخليها على الدجاج والبطاطا، عبارة عن عصير حامض، حبتين حامض، ثوم فريش هرستا، وشوية زيت زيتون. راح أخذ هاي الخلطة ونزلها على الدجاج والبطاطا وأرجعها للفرن لمدة ربع ساعة. الدجاجة مالتنا أخذت لون حلو، بس راح نطفي النار نحطه في الفرن. شوفوا شلون طلعت، راح أطفي النار وأتركها بالفرن بين ما أسوي التلم. طاوة على جهة، خليت زبدة مكومة، وعندي فريش مشروم غسلتهم كلش زين ونشفتهم، هسا راح نقطعهم. راح اشوحهم بالزبدة اللي ما عندها زبدة مفهومة، تقدر تخلي زبدة عادية ومملحة وياها ثوم مهروس فريش. نطبخهم بدون ملح، تخلون ملح لحد ما ينطبخون كلش زين. اذا خليتهم ملح راح يسود لونهم، ابقى احرقهم لحد ما يذبون المي مالتهم وينشفون، وبعدين نخلي ملح. خليت اشوح فيهم لحد ما ذبوا المي مالتهم ونشفوا ونشف المي، وهذا الشكل هذا. هسه راح نملح فلفل اسود، شوفوا لونهم شلون صار، هسه راح نشيلهم. اطبخ التمن، خليت زيت، دا استعمل روز هاندي، استعملته مرة واحدة بس، ما انا دا ابد. شوف هذا الزيت، أملح، شوحت الرز بالزيت لمدة دقيقة، بس راح أضيف المي الحار. هاي راح تكون آخر تحريك الرز، بعد ما راح أجيمه أغطي النار، أخلي الكفر وأتركه ينطبخ على النار. انطبخ الرز وياه، طبعا نشوف من العين نعرف انه الرز انطبخ، ما يحتاج بعد مي. اطفي النار، اخلي يا كلينكس مال المطبخ يا قرصة خبز، نتركه 5 دقائق ونقدمه. الشكل النهائي للأكل اللي سويته اليوم طلعت بالشكل هذا، سويت وياها مشرومز وتمن، بس نخليها بمعونة التقديم.
شوفوا الدجاجة شلون مستوية. الشكل النهائي لأكلتنا لهذا اليوم طلعت بهالشكل هذا.